السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه ماي ويب اي ار. الموقع دوت عبارة ان انت ترفع فيديو او ترفع صور او ترفع موقع انت عامله مثلا او حاجة انت عاملها، تمام. ممكن ترفع ملفات مثلا زي الماكس او كده، وتبقى موجودة كأجمانتد رياليتي بحيث ان انت تقدر تشوفها من خلال الموبايل. ممكن يديك كود كيو ار يبدأ يشتغل معاك زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، تمام. فمن خلال الموبايل بتطلع انت الموديل بتاعك بحيث اول ما يلاقي كيو ار يبدأ يظهر معاك حاجة بالشكل دوت. طيب خلينا نبدأ. هقول له ساين ان، وبعد كده اقول له ان انا عايز ابدأ مشروع جديد اهوت. فبيقول لي انت عايز انهي مشروع، دي انواع كتيرة موجودة اهيت، تمام. اي ار ان ريل وورلد او كيرف ايمج او اوبجكت تراكينج، ممكن اي ار ان اكيو ار كود هاند افكت وهكذا، تمام. وفي حاجه يونيتي بروجكت وابل فيجن برو اللي هو الميتافيرس. طيب انا هختار هنا مثلا الاي ار مع الكيو ار. طبعا برنامج مجاني ولا فلوس؟ زي اي حاجه ليك امكانيات محدوده للمجاني، لكن في امكانيات اكتر لو دفعت فلوس. طيب انت ممكن تقول له انا عايز احط ايمج صوره معينه بحيث اول ما يقابل الكيو ار هيديك الصوره. الموضوع بسيط، هتقول له ايمج بلس وتبدا تختار الصوره اللي اول ما يشوف الكيو ار يبدا يظهر لك الصوره. وعندك انك تعمل ابلود او تقول له جنريت ويز اي اي، تكتب له التكست وهو يبدا يحول لك التكست ده لصوره. طيب ممكن تقول له فيديو بحيث اول ما يشوف الكيو ار يبدا يعرض لك فيديو. ممكن تدي له مثلا اللينك بتاع اليوتيوب مثلا، ممكن اديله مجسم وبرضه تديله صوت يعني. طيب هقول له ابلود وابدا اختار الملف اللي انا عايزه، بحيث اول ما تعمل سكان للكيو ار يبدا يطلع لك المشروع. تشوف موديل 3 دي تقدر ان انت تكبره وتبدا ان انت تغير فيه زي ما انت عايز. طيب ايه الامتدادات اللي هو بيقبلها؟ يعني اي ملف عندك لازم تحوله للامتداد اللي هو جي ال بي او اف بي اكس او دي اي اي بحيث ان هو يقبل يتعامل معاه. فانا اخترت الملف اللي هو الجي ال بي واقول له ايه اوبن، فيبدا ان هو يحمل الملف. كده الكيو ار دوت هيرتبط بالملف اول ما الموبايل من الاندرويد اسمه نفس الاسم ماي ويب بي اي ار، او ان انت تعمل كيو ار. مجرد ان انت تعمل كيو ار عادي هيبدا يفتح لك الاوجمانتد رياليتي على الموبايل بتاعك. طيب بيقول لك انت ممكن تستخدم ال 440 ميجا او ممكن تضغطهم لك يبقى خفيف اكتر، بس دي طبعا فلوس. انا اقول له لا، هو نفس الحاجه، تمام. فيبدا يظهر معاك بالشكل ده. يبقى انت كده معاك الكيو ار ومعاك ديت اوتوماتيك ان تبدا تشوفها. ممكن تقول له بعد كده انا عايز اعمل بريفيو بحيث تبدا تشوفها، او تقول له بابليش بحيث ان كده اي حد يقدر يعمل سكان تظهر معاه على طول. وتقدر تضيف نفس الفكره اوديو، تقول له في صوت اول ما يشوف الكيو ار يبدا يظهر الصوت دوت. طيب تعال ندخل على الماي ويب اي ار، بلاقي هنا في ايه كرييت. هيقول لك ان انت هتستخدم الفيور ده 100 مره في السنه. الاستورج عندك 100 ميجا، تمام. يعني اللي احنا عملناه تقريبا خدنا جزء كبير جدا منه. كام بروجكت؟ 5 مشاريع، تمام. طبعا لو انت عايز خطه اكتر ممكن تاني بقى على دوت برو اهوت وهكذا. دي الاسعار بتاعت الموقع.